لسنا دعاة ضحك، ولكن إذا أجبرنا عليه فنحن لها. اسمعوا لي هالقصة هيدي. حلمت أني فتحت لي محل سديات صغير، خلص بلشنا بزنس وبدنا نطلع فلوس، وإذ بفوت لعندي واحد أقرع. بعد شوي بتعرفوا مين طلع. أخذ هيدا الأقرع من عندي كم غرض، وأخذ من ضمنهم علبة جل للشعر. وين الغريب؟ محل سديات عنده علب جل. الحاصل دفع لي جزء من المبلغ المطلوب وقال لي حط لي علبة الجل بالبراد، أنا عندي مشوار صغير وراجع. طلعت هيك انه نحن على اساس محل سديات عم نبيع علبة جل لواحد اقرع، ليه بده يكون عندنا براد؟ عالم غريب يا زلمة. بس انه يلا حطيت له علبة الجل ببراد البيبسي، ما تسألني منين اجى البراد. ناطرت الاقرع لحتى يرجع لعندي، وبالفعل رجع واخذ علبة الجل. قلت له بس انت ما دفعت لي كل المبلغ. قال لي بلا دفعت لك. ما دفعت لي بلا دفعت لك، كلمة من هون كلمة من هونيك بلشنا نتلسن، ركب مشكل بيناتنا. عم طلع لي الأقرع بالعالي، شال تليفونه واتصل بالناس لحتى لي خوفوني. قال لي ما عرفت حالك، مع مين قلت؟ قلت له ومين انت يعني؟ قال لي نحن موظفين سبيستون. تضحك عليه؟ لا بس اكيد حضرتك بتقول دعابة، طبعا دي دعابة. المثير للضحك هو انه موظفين سبيستون يتنمر عليك بالحلم، اما المثير للأحا هو انك تشوف هيك حلم اساسا. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناة الفينومينو، واليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة. انا ابراهيم حسون، واليوم موضوع حلقتنا رح يكون عن اضغاث الاحلام او الفيفيد دريمز. خلص النشاط، اوكي. اشترك بالقناة اذا انت غير مشترك، وفعل جرس التنبيهات ولا تذهبوا بعيدا. هذا النونسنس اللي حكيت لك اياه من شوي هو عبارة عن مجموعة افكار اختلطت مع بعضها لحتى تعطينا ما يسمى باضغاث الاحلام، اللي ممكن احيانا تكون مضحكة وممكن احيانا تكون مزعجة، وعلى الاغلب انت شايف هيدا الاحلام ولو مره واحده بحياتك. احكي لنا اياها بالكومنتس. ولكن بدي اقول لك ما تتضايق لما تتذكر هيك احلام، في ناس متمنيين لو تذكروا مشاهد احلامهم. ليش في عالم ما بتتذكر مشاهد احلامها؟ اي نعم، في ناس مصابين بمتلازمه شاركو والبراند، ما بتذكروا مشاهد احلامهم. شي يوم بنحكي عنهم بالتفصيل ان شاء الله. اولا بدي اقول لك انه الاشياء اللي بتشوفها خلال نومك قد تكون مبشرات، وقد تكون رؤيا شيطانيه قبيحه، او قد تكون اضغاث واحلام، مثل انك تشوف سبونج بوب بعرسك عم بقدم للمعازيم كبسم خلل مثلا. وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم. يقال بانه اغلب الاحلام تحصل على مدار النوم، ولكن الفيفيد دريمز تحصل خلال مرحله تسمى حركه العين السريعه او الري ام سليب، وهي مرحله من النوم تتحرك فيها العين بشكل سريع. ما شاء الله على الشرح، يعني حسيت حالي عم بكتب انشاء على ايام المدرسه. وهذا يؤدي الى تطور المجتمع وازدهاره، مما يؤدي الى تطور المجتمع وتقدمه. هيك أنا كده. علميا يقومون بتعريف بعض الأحلام على أنه تفريغ للطاقة خلال النوم، كونك لا تستطيع تفريغها خلال اليقظة، مثل أنك تدعوس الدكتور اللي سقطك تبلي بس وقت تعمل هيك، أو أنك تزبط الكراش يا سنجل يا بائس يا حزين. You didn't see that coming صح؟ أما الأمور اللي قد تسبب رؤية هيك أحلام فمنها أكل وجبة دسمة قبل النوم، تعاطي المشروبات الغازية أو الكحولية أو المسكرات والمخدرات والعياذ بالله، النوم خلال مشاهدة التلفزيون، التعرض للمشاكل العاطفية والعائلية والاجتماعية وكثرة الديون والتفكير فيها خصوصا قبل النوم، النوم على البطن أو على الظهر، ومن الأفضل أن ننام على الجانب الأيمن كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، تناول بعض أدوية الاكتئاب وبعض أدوية الأمراض النفسية. سادسا عدم الانتظام بمواعيد النوم. أما سؤال، هل هيدي الأحلام قد يكون لها دلالات معينة عميقة؟ تشير بعض الدراسات إلى أنه هيدي الأحلام قد تكون مؤشر على الإصابة بأمراض جسدية خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان وداء باركنسون. أحي أنا بشوف موظفين سبيستون عم يتنمر علي بالمنام، بيطلع معي مرض قلب وسرطان وباركنسون؟ هيك قالوا الباحثين، أنا ماليش دعوة. أما السؤال يلي بعده، هل هيدي الأحلام قد تترك آثار كبيرة على حياة الشخص؟ فالجواب هو أنه هيدي الأحلام قد تمر مرور الكرام، وقد تعاد وتتكرر أسابيع وأيام وشهور حتى تترك آثار عظيمة على الإنسان، منها الشعور بالنعاس خلال فترة النهار مما يصعب التركيز بالدراسة أو العمل أو أي تاسك آخر إجمالا. 2 اضطراب المود والشعور بالقلق والاكتئاب والانهيار لقاع الأحزان. 3 تجنب النوم عن قصد أو عن غير قصد خوفا من رؤية هذه الأحلام مجددا. وأخيرا مراودة بعض الأفكار الانتحارية. انتحار هيك كبرتوا الموضوع يا شباب، بلشناها بسبيستون وسبونج بوب بتقولوا لي انتحار؟ هيك قالوا الباحثين، انا ماليش دعوه. واخيرا والحمد لله هدول الباحثين طلعوا لنا بخبر مفرح، وهو
طريقة علاج هيدي المشكلة. فشو قالوا؟ بكل بساطة منشوف شو سبب المشكلة ومنعالجها. بسم الله ما شاء الله. ايه شو يعني؟ يعني اذا كان سبب هيدي الاحلام هو مرض بالقلب منشوف شو حالته، واذا كان سبب هيدي الاحلام الاكل الدسم بالليل منوقف هيدا الاكل، ونفس الامر مع بقية الاسباب الخ الخ. طب يا بوب بعدك ما قلت لنا كيف نحلم هيك اصلا؟ علميا ما في كتير معلومات واضحة ومؤكدة وحاسمة بخصوص الاحلام، ولكن لقيت نظرية يقولها البعض دون ان نتوقف عند صحتها، بس هيك بقول البعض. يقولون انه كل انسان عاقل عنده عقل واعي وعقل باطن. العقل الواعي هو اللي بتستعمله بامور حياتك اليومية مثل انك تحل مسألة رياضية مثلا، والعقل الباطن يلي بيحتوي على رغباتك وافكارك. فاذا انت مثلا كنت عم تدرس فلسفة وخطر على بالك سؤال ليش الصرصور ما بينصح، انت قال لي شو مرة شفت صرصور عنده ارداف مثلا، فبحسب كلامهم بيطلع عقلك الواعي وبقول لك هاي انا ما في افكر غير موضوع واحد بس. فطبعا انت رح تفكر ليش الصرصور ما بينصح، لانه بضله اسهل من انك تدرس فلسفة. اما خلال النوم يقولون انه عقلك الواعي بكون عاطل عن العمل، فالعقل الباطن كل ما خطرت على فكره بروح بكبها بقلب الحلم، وهيك بيطلع عندك احلام مش مفهوم منها شيء. او بالمناسبه هيدا اسمه دماغ منه عقل، وما حدا يقول لي بس بوب هيدا العضو اللي بنفكر فيه فاذا هيدا هو العقل. انا بدي اسالك سؤال، اليس الثور والبقره والمعزه والغنم والبطريق والفقمه والمجنون من ذوي الادمغه؟ بلى. هل يعقلون؟ لا. كيس كلوز. يلا من هنا. العقل هو صفة راسخة في الإنسان يميز بها بين الصحيح والفاسد وبين الحق والباطل، فالعقل في جهة القلب وبينه وبين الدماغ اتصال. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسى تعمل لايك سبسكرايب وشير، حضر الحلقات السابقة، انطرنا بالحلقات اللي جاي، احكي لنا أحلامك الغريبة بالكومنتس، ويعطيكم ألف عافية.